السلام عليكم. اليوم نعود الى ملعب دويره حيث انه فيه جديد واللي يتعلق ببدايه وضع الكراسي في المدرج السفلى. وهنا شاهد في الفيديو هذا البدايه نتاع وضع لي سيبور نتاع الكراسي في المدرجات السفلى ايضا. وان شاء الله الوتيره نتاع الاشغال بصفه عامه يعني على جميع الجبهات الداخليين والخارجيين تكون تاخذ وتيره متسارعه بعد ما انتهينا من ملاعب يعني براقي وتيزي وزو وهران والملاعب الاخرى. ان شاء الله نلتهوا بهذا الملعب ونكملوه ونتهناو منه وندخلوا في مشاريع اخرى ان شاء الله. وكذلك مشاريع مش غير في الرياضه، في كل المجالات. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.